نعم. لو سمحت أنا علي كذا يوم صيام أيام عذر شرعي يعني من كذا نعم. رمضان يعني قصرت في صيامهم لأن بيبقى عندي ضغوط جامد وببقى تعبانة. اخفضي صوت التلفزيون لو سمحتي عشان نسمع. وببقى تعبانة ورمضان اللي عدى أفطرت عشان الحمل كان تعبني يعني. فدلوقتي عايز أسأل حضرتك يعني هل يجوز الكفارة في أيام العذر الشرعي أو أيام افطار رمضان بسبب الحمل ولا ما ينفعش؟ أما الأيام التي أفطرتيها نتيجة الحيض عليك إعادتها إذا استطعت، أما الأيام التي أفطرتيها نتيجة الحمل فهنالك أكثر من قول للعلماء، أختار منها أيضا أنك تقضيها، فإذا استطعت القضاء فعليك بالقضاء، إذا عجزت عن القضاء قضاء أيام الحمل فأطعمي في أيام الحمل خاصة التي أفطرتها نتيجة الحمل ما كان كل يوم مسكينا، أما أيام الحيض عليك إعادتها ما استطعت إلى ذلك سبيلا.